افتتح البابا ثيودروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس ببابا الإسكندرية وسير أفريقيا الكنيسة اليونانية سانت كاترين بمحافظة السويس بعد انتهاء أعمال تطويرها. ويأتي افتتاح الكنيسة لتعود وتؤدي خدمتها لأبناء الجالية اليونانية على أرض السويس، حيث أقيم الافتتاح وسط حضور مكثف من الدبلوماسيين وأبناء الجالية من مختلف المحافظات. النهارده افتتاح الكنيسة بعد ترميمها، كنيسة عريقة زي ما شفنا، حضور مكثف من السادة الدبلوماسيين والسفراء والمسؤولين عن الجالية، حضور من كافة أنحاء الجمهورية ومن خارج مصر بشكل كبير. بنبارك لإخواتنا على افتتاح وترميم الكنيسة. كل دور العبادة تدعو إلى مكارم الأخلاق ورقي الإنسان بشكل عام.